بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وبعد الحمد لله الذي نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه وبعد الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعزائي المشاهدين ما زلنا مع حضرتكم في سلسلة حلقات برنامج بين الشريعة والقانون ومن أولى الحلقات نوهنا أن هدف البرنامج طبعا مش برنامج ديني كما نؤكد دائما وأبدا وأن البرنامج بيضع حد فاصل ما بين القانون ما بين القانون والشريعه عشان نصل يعني للرد على من يحرمون علينا المعيشه وعيشتنا في القوانين التي نحكم بها وشفنا القانون المدني ومدى انطباقه مع الشريعه الاسلاميه شفنا حتى قانون العلاقات الدوليه القران اشار اليه ودائما بذكرك ان شريعتنا تصلح لكل مكان وزمان وتطور بتطور المجتمعات والاحداث لانها فيما يخص التعاملات التعاملات وضعت قواعد عامه قواعد عامه تتطور بتطورات المجتمع زي ما قلنا القانون المدني كله في, في يمكن نص ايه اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه يبقى الكتابه بعموميتها ايا ما كان الشكل فيها تصلح للاثبات تحت هذا البند يبقى اخد ايصال امانه اخد كمبياله اخد شيك اخد ورقه مكتوبه اهم حاجه الكتابه وشفنا العموميات مثلا لما قلنا في قانون المرور مثلا اتكلم عنه الشرع اعطي الطريقه حقه قالوا وما حق الطريقه يا رسول الله قال كف الاذى وغض البصر كف الاذى يبقى اما احط قانون ينظم المرور ينظم الاشارات ينظم الكلام يبقى ده برضه شرعي ما حدش يقدر يعني يحرم عليك هذا الامر ويقول لك ده حرام أو حلال، لأن يا إخوانا لا تحليل ولا تحريم إلا بنص. الحد الفاصل اللي وضع بين الشريعة والقانون اللي أنت لازم تاخد بالك منه هو إيه؟ أنه ليس كل عدل حق، إنما كل حق عدل. ده عشان تخاف على نفسك، نفترض القانون ده أمر هو ثابت عليك، لكن إجرائيا سقط أو حصل إهمال في التقاضي. لكن امام الله الدين عليك لكن القانون بيضع امور تنظم بقى الحياه عشان ما يبقاش في متعلقات كثيره ومشاكل كثيره واتكلمنا عن القانون الجنائي وشفنا يعني الامر الفاصل ما بين القانون الجنائي في الشريعه الاسلاميه والقانون الجنائي في القانون الوضع اللي بنحكم به والخلاف بسيط يعني مش يعني ما بين الامرين واتكلمنا في الحلقه السابقه عن قانون العمل قانون يهم طوائف كثيرة جدا من اخواننا وفي مجتمعاتنا العامل اللي هو العادي الموظف في القطاع العام او قطاع الاعمال العام الموظف في الحكومة رغم ان قانون العمل ما بينطبقش عليه لازم تعرف حقوقك وواجباتك الشريعة نظمت هذا الامر تحت عنوان كبير ان ديننا يا اخواننا دين عمل مش دين تكاسل ولا دين تواكل لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتعود بطانا ده الدين فرض العمل على المسلم فرض العمل كفريضه كجزء من العباده ومعانا يا فندم اتصال من الاستاذ حسين من القاهره اتفضل حسيني الحسيني من القاهره الخط قطع منتظرك يا حسين تتشرفنا مرة أخرى يبقى هو العمل العمل الذي أقره الله سبحانه وتعالى لآخر لحظة من العمر آخر لحظة تعمل نعم تعمل لو أن بيد أحدكم فسيلة لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليفعل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بس مش العمل بس ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ودي بضاعتنا بضاعه المسلمين وبخاصه المصريين جميعا هو الاتقان لان بضاعه صدرت للخارج وللاسف بنروح ننبهر ب بالاتقان شوف صناعتهم عامله ازاي دي صناعه ايه وصناعتنا والله من انظف الصناعات لكن محتاجه شيء من الاتقان كما امر الله سبحانه وتعالى يبقى انت هما بين شرعك وقانونك يأتي بقى القانون تحت هذا الإطار العام تحت إطار الواجب القانون يعطي, يعطي عليك واجب ويعطيك حق يفرض عليك واجب واجب هو العمل الإتقان محافظة على المواعيد محافظة على أدوات العمل أمور كثيرة جدا طيب حقك فين الأجر نحن يعني كلنا نعمل الأجر لتستمر الحياة طيب الأجر فين في شارع اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه هيجي بقى متحزلك يقول لك انا بطبق السنه اهو اشوف عرقه قبل ما ينزل اديله لو اديته بعد ما جف عرقه يبقى ده ما طبقش السنه لا ابدا ده قاعده عامه يعني اعطي الاجير اجره اللي تم الاتفاق عليه يوميه اسبوع شهر سنه على المحصول اي مكان الامر التزام وتحت عنوان برضه انتم اعلم بشؤون دنياكم طب قانون العمل اللي بيحكم طائفة العمال سواء في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص ده اللي يهمهم فعلا قانون العمل حتى إخواننا أحبانا الخدم في المنازل ينطبق عليهم قانون العمل في جزء بسيط يعني هننور رغم أنه ينطبق بصفة عامة عليهم لكن ينطبق في أمر نقول عليه طيب موظفينا وإخواننا اللي موجودين في الحكومة قبل ما نتكلم عن الموضوع ده بفكركم في التفرقة ما بين جهازين في الدولة الحكومة القطاع العام قطاع الأعمال العام حكومة للوزارات الهيئات العامة دي بتخضع لقانون الخدمة المدنية لقانون الخدمة المدنية قانون العمل يخضع له القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام القطاع العام اللي هو بتاع زمان وقطاع الأعمال العام اللي هو قانون 203 لسنة 91 ينطبق عليهم قانون عمل؟ لا ما بينطبقش لأن قانون 203 اعطى للشركات واعطى لبعض الهيئات الخاضعة له حطوا له ويحكم ومن ضمنها لايحة الجزاءات أو ما يخص قانون العمل بس في إطار من هذا القانون برضو يعني القواعد العامة فيه في لائحه الجزاءات او لائحه شؤون العاملين او او في اي جهه برضه تحت الخطوط العريضه اللي وضعها هذا الايه؟ هذا القانون. لكن هذا القانون لا ينطبق على الحكومه ولا قطاع الاعمال العام ولا قطاع العام الا في باب واحد فقط منه اللي هو الصحه والسلامه المهنيه. كل الدوله ملزمه بهذا الباب من قول العمل اللي هو بيخص الصحه والسلامه المهنيه. يبقى بالعكس بقى لما نيجي نتكلم من الخاضعين لهذا القانون هنعكس الامر يبقى مين اللي هم مش خاضعين اللي عاملين بأجهز الدوله عمال الخدمه المنزليه وطائفه افراد اسره صاحب العمل اللي هو بيعولهم صاحب العمل بيعول افراده هل نقول عليهم ينطبق لا ما ينطبقش عليهم كل العمل طيب عشان تفرق في الوزارات الهيئات العامه المصالح الحكوميه الهيئات العامه دي بنسميها جهاز اداره الدوله بتاع الدوله حكومه يحكم قانون الخدمه المدنيه القطاع العام قطاع الاعمال العام تحكمه لوائحه اللي هي محطوطه من خلال قانون 203 لسنه 91 في اطار من قانون العمل طيب قلت لحضراتكم ان اهم كتابين في هذا الباب الكتاب الخاص بعلاقات العمل الفردية والكتاب الخاص اللي هو الكتاب الثالث أو الباب الخامس اللي هو واجبات العمال ومساءلتهم ده من أخطر الأبواب على العامل في تلك الجهات طيب استعرضنا الأمر اللي فات اللي هو علاقات العمل اللي هو في التشغيل وعقد العمل الفردي والأجور ومشكلتها إيه والأجازات ما بين الأجازة السنوية وواجبات العامل وتنظيم العمل وانقضاء علاقة العمل إمتى بتنقضي؟ طيب يبقى ما تيجي تشتغل بعقد سواء في الداخل أو في الخارج تكون حريص على صياغة بنوده على صياغة بنوده للأسف إن بعض الجهات في القطاع الخاص بيجي العامل يشتغل يمضيها على استلام العمل ويمضيه على كل الاجراءات وعلى العقد وللاسف يقوم مضيه على استقاله على بياض عشان يضمن ان هو يخرجه طبعا ده امر ما يصحش يعني انه يمضي على بياض عشان لو عمل اي امر ما برضه ده سعي من اكل الحقوق ما تطبق يا سيدي معاه الحق والواجب شوف اخطا في ايه او ما اخطاش في ايه اخطا يتجازى اخطا خطا جسيم يصل الى الضرر الجسيم بالمصلحه يتفاصل لكن تمضي يعني يوقع مستقبلا قبل ما تعين على استقاله على بياض عشان يقول لك اه ده استقال اهو يبقى وانت بتمضي خلي بالك اما تيجي تشتغل في جهه معينه ما يمضيكش على استقاله على بياض لان هيقول لك ده هو استقال خلاص ده هو بناء على طلبه وبيقدم الاستقاله دي لجهات العمل العامل يقدر يثبت عكس ذلك اه يقدر يثبت العكس إن الاستقالة دي كانت استقالة مسبقة أنا ما استقلتش وله أن يعدل عنها ممكن يرجع عن الاستقالة دي وما يقول خلاص أنا أنا راجع عملي تاني ده فيما يخص الاستقالة وخطورتها على العامل لكن العامل يجب أن هو برضو يعني ما يعني أنا آسف التعبير ما يسوقش فيها برضو يعني يعني برضو اه قانون بيحميك القانون بيعطيك حقوقك بيعطيك كل الأمر لكن على الجانب الاخر يا اخي اتق الله في لقمه العيش اللي انت بتاكلها حلل قرشك كما يقولون يعني ما تضيعش وقت ما تهدرش حق صاحب العمل المسلمين على شروطهم مش تيجي تقول انا بشتغل على قد فلوسهم لا لا غلط وامر ليس شرعي. اهو يبقى الشريعه بتتكلم هنا اهي. انا بشغل قد ده انت شغلت ليه من الاصل؟ يجب ان تؤدي عملك بالكامل فيما اتفقت عليه. ربنا بيطلب كده وامرك بهذا الامر والقانون بيطلب هذا الكلام. طيب هنيجي بقى في واجبات العامل ومساءلتهم امتى يتسائل وامتى يكون له واجبات. أو عليه عفوا واجبات أول واجب <applause> إخوانا يعني الاتصالات والله كتير وده شيء بيشرفني والله وبكون سعيد بيه وبكون سعيد بعد الحلقات يعني يعني التليفون والله ما بيبطل لكن التليفون الشخصي اتصل على على التليفون الموجود على الشاشه قدام قدام سعادتك وباكد برضه ان انا مستعد لاي استشاره اي مكان امرها على تليفونات الشخصيه اللي موجوده وتتواصل معايا دلوقتي على على الارقام الموجوده على الشاشه اهلا وسهلا بيك في اي وقت بس ارجوك يبقى خليها بعد صلاه المغرب او صلاه العشاء اتكلم معاك براحتي فالتواصل الان على ارقام البرنامج اللي موجوده على الشاشه امام حضراتكم طيب يبقى اول واجب على العامل ان هو بيلتزم بالعمل ده شيء طبيعي وانه يتقنه طيب اخل يوقع عليه جزاءات طيب لابد ان العامل برضو يطلع على لائحة الجزاءات اللي موجودة في العمل شوف هو ايه اللي عليه ايه اللي عليه لان النهاردة الجزاء يعني وفق قاعدة عامة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فالنص ده يجب يكون منصوص عليه في قانون العمل موجود وفي اللوائح اللي موجودة في كل جهة اللي هي برضو معمولة من خلال قانون العمل ويعرف العامل ونعرف جميعا ويعرف صاحب العمل عشان ما يوقعش نفسه في مسؤولية أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة المخالفة الواحدة ما يقدرش يوقع لها أكثر من جزاء هو جزاء واحد بياخده وبيقتطع من أجره جزء من هذا الأجر جزء من المال اللي بيحصل عليه طيب ايه اللي يجب بقى اقتطاعه من اجر العامل يعني اجي اصادر على مرتبه كله لا طبعا هو ما قالش الكلام ده الراجل عايز يعيش وعنده اولاد وعنده التزامات طيب الجزاء ايا مكان كان عظمه لا يتخطى او ما يجب اقتطاعه عن اجره خمسه ايام في الشهر بس يعني ما يقتطعش من اجره الا خمسه ايام في الشهر حتى لو كان مجازي بامر يزيد عن ذلك ده القانون خمس ايام فقط لان هو عارف انه عليه التزامات وعارف 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 الكلام ده كله ومعانا يا اتصال الاستاذ سامح من الدقليه اتفضل سامح السلام عليكم يا عليكم السلام علي صدق السامح الله يكرمك السؤال انا كنت سالت سيادتك قبل كده وما سمعتش الاجابه عايز عليك على سيادتك السؤال تاني لا انا اسف حبيبي كان السؤال ايه يا سامح اتفضل الله اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام أنا رأ... أنا دلوقتي في عندي حوالي من 66 سنة تمام لي أخ أنا علمته لما بقى على درجة وكيل وزارة تمام وفاجئت لقيته عامل لي شيك ب 400 ب... ألف جنيه بأربعة ب 4% أرباح للفلوس شيك ولا أقسام أمانة يا سامح يعني أنت عندك... شيك بنكي يع... يعني يعني أنت عندك دفتر شيكات في البنك لا هو عمل لي شيك اه هو شيك ورحت محكمه التزوير والتزييف والشيك طلع مزور ما اقصدش يا حبيبي يا ما هو عشان شيك في ظل قانون الشيك الجديد لازم يكون عندك دفتر شيكات ولا هو هو, اللي حصل هو دي اللي حصل بقى والمحكمه قبضت عليا واتحطيت في السجن على ما عملت المعارضه طيب ورحت لمحكمه التزوير وطلع الشيك مزور وانا خدت فيه براعة بس انا الجرح قاسى علي قوي اعمل معاه طيب اجاوبك يا سامح حالا يا حبيبي طيب طبعا يا اخوانا متشكرين يا استاذ يعني ما اعرفش ايه اللي حصل في الدنيا دي يعني اخوه وانا اسف التعبير يجي لك قلبك يا اخي تروح تشتكي اخوك ده انتوا الاثنين من بطن واحده ورضعتوا من ثدي واحد الاخ ده شيء لو فقد مش هتعرف قيمته الا لو فقد يعني كان الحجاج امر لازم اقوله برضو يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي كان بيعمل معانا اتصال من استاذ سيد اتفضل 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 يا سيد هاي يا باشا اؤمر يا حبيبي الله يخليك ربنا ما امر عليك ظالم والله يعني عندي عربيه ما هذا جرار اتمسك في الميني عربيه ايه يا سيد؟ اقول لك عندي جرار اتمسك في الميني جر جرار و... اه ونعم؟ جرار اتمسك في المينا اه ليه؟ أقول لك عندي جرار اتمسك في المينيس آه. آه طبعًا ده أنا واخد العربية دي من 2018. تمام، شاريها يعني. آه طبعًا هي يعني مبحرين كده هو راح اتمسك في المنيس كان طلعت عليها مخالفات محاجر 286350. امم. طبعًا المخالفات دي جاية من 2011 وأنا واخد العربية دي في 2018. تمام. ونقلت ملكية ورخصت. وجميع المستندات ودي شهاده بيانات لو ماخذة تسلسل ملكية وجميع البيانات اللي إن انا جبت فيه. تمام. طبعا رحنا لل على النيابه بتاعة الميني. امم. المحضر كان قدامه عاد قالوا له هات شهاده من اداره المحاجر بتحديد المخالفات. وال... وتاريخ المخالفات ايوه بالظبط كده اللي هو من آه شهادة من من اداره المحاجر سيادتك المهم طبعا رحنا هناك برضه ردينا لنيابه المرور آه ما رضيش اياه لا رضي يديها رفض عشان نعمل جواب تظلم للمحامي العام ولا رضي ياشر عليها بالسلام العربيه الى ملكها تمام وانا ماليش في المحافظات دي خالص ده من 2011 طيب ايه سؤالك يا سيد؟ ايه سؤالك يا حبيبي؟ ايه ايه المشكله دلوقتي؟ نعم ايه يعني سؤالك يا حبيبي ايه عايز ايه يعني 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 اقول لك ايه ايه المشكله دلوقتي ايه المشكله دلوقتي انا عربيتي انا ليها النهارده ثلاث شهور محجوزه في المنيا سته طيب اجاوبك يا سيد حالا يا حبيبي حاضر اجاوبك متشكر يا سيد شوف يا اخ سيد طب نكمل بس سامحوا ده يا اخواننا ونكمل الكلام مع سيد الاخ ده شيء غالي يعني اخبت لا تشتكي اخوك بشيك اي مكان او ايصال امانه وتحبسه اخوك ابن المج... وابوك الحجاج بن يوسف ثقفي كان قبض على زوج امراه واخوها وابنه فرأت تتشفع تتشفع ليه عند الحجاج يعني سيبهم ولا حاجه فالحجاج قال لا اقبل شفاعه الا في واحد بس كان قبض على الزوج واخوها وابنه قالت له اشفع في اخي هلا يعني عجبا يا امراه تشفعين ده انا فكرتك هتقول ابنك قلت له يا حجاج اما الابن فمولود الابن يعني ممكن اجيب غيره واما الزوج فموجود مات اتطلقت او ده موجود لكن الاخ مفقود ما عادش عندك اب وام يجيب لك اخ تاني فتألي يا اخي في, في في اخوك وانت يا سامح برضو معانا استاذ احمد الجندي اتفضل السلام عليكم صديق البرنامج الدائم والصديق الشخصي اتفضل يا استاذ احمد عليكم ازيكم يا مستشار اهلا يا حبيبي اتفضل يا استاذ احمد اخبار حضرتك يا باشا زي الفل يا حبيبي الله يصلح حالك اتفضل يا حبيبي لا معلش عايزين بس كده يعني ننوه عن موضوع بسيط جدا يعني ان شاء الله اتفضل بما اننا على اعتاب الاستحقاق الدستوري اللي هو انتخابات مجلس النواب نعم و خلط كثير من الناس ما بين دور النائب التشريعي وحصروه في الدور الخدمي والله يا ابن الله ينور عليك والله فاحنا آه. فاحنا محتاجين من حضرتك تسلط الضوء على ان الناس يعني تنزل الاستحقاق الدستوري ده وايه هي مقومات اختيار مرشح عضو مجلس النواب طيب هستأذن حضراتكم ان يكون الجزء الثاني من الحلقه لان ده امر يخص بلدنا ويخص الدنيا كلها ويخص مستقبلك ومستقبل عيالك في انتخابات مجلس النواب هنتكلم في هذا الامر عشان ما لا نقع في شرك النصب الانتخابي تعرف ايه حدود النائب وايه بيعمل ايه بالظبط بشكرك يا استاذ احمد واستاذنك الجزء الثاني من الحلقه هيكون كلامنا صرف عن هذا الامر لان برضه امر والله كان يجب ان نفرد له حلقه كامله لكن هنتكلم فيه عشان تعرف انت واقف فين وايه حدود النائب ده بيعمل ايه يبقى الاخ سامح انت تقدر طبعا للاسف ترفع على اخوك دعوه تعويض لان الشيك طلع مزور او الورقه طلعت مزوره إيه نتيجه للبراءه اللي انت ايه اللي انت إيه خدتها ده الاخ سامح الاخ سيد اللي هو الشارع العربيه في 2018 وعلى مخالفات محاجر من 2011 النيابه العامه كانت عادله معاك جدا وافصحت صدرها ان انت جبت شهاده من محاجر إيه بالمخ... تاريخ المخالفات ما قبل 2018 على الراجل الاولاني تقدر تطلبوا بيهم لان يعني ما لكش ما عملتهاش خلاص ما بعد 2018 بتاخدها يبقى ده تقدر تطالب الراجل الاول بايه بما يخص المخالفات اللي هي قبل شرائك العربيه طيب وصلنا يا اخواننا في قانون العمل ان هو عدم توقيع اكثر من جزاء على المخالفه الواحده وان ما يقتطع من اجر العامل هو خمس ايام بس في الشهر طيب الاجازات معروفه خلاص انت لك حق في الاجازات اجازه سنويه واجازه و... 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 مرضيه واجازه عرضه والكلام ده كله معانا الاستاذ اسلام القيراط اتفضل يا اسلام السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك بس انا في سؤال عندي اتفضل بالنسبه للعمال والصنايعيه اللي بتشتغل من غير عهود يعني. من أي. غير عمل والكلام ده اتفضل معايا عايز ايه اقول يا سلام ايه سؤالك يا حبيبي ايوه بقول لك حضرتك يعني وضع قصدي سؤالك وضع العامل او الصنايعي اللي بيشتغل بدون عقد صح كده يا سامح يا أيوة اسلام أيوة, ايوه عشان في صنايعيه كتير وانا واحد من ضمنهم المكان قفل وصعب المكان بيقول لنا اتكلوا على الله ما لكمش عندي حاجه طيب اجاوبك يا اسلام حاضر إن انا شغال في المكان طيب يا حبيبي اجاوبك حالا شوف يا اسلام واعزائنا المشاهدين جميعا لو تتذكروا اولى الحلقات قلت لك ان العقد مش شرط يكون مكتوب اي عقد. بذكرك فاكر لما قلت لك الراجل اللي بيبيع طماطم، بيبيع خيار، بيبيع مش عارف اي سلعه ويحط عليها تمن كده. يقول لك دي ب 10 جنيه او 5 جنيه. ده بنسميه ايجاب. بنسميه بيقول لك انا ببيع بالرقم ده. دخلت لو قلت له اديني مثلا كيلو او هذا الامر يبقى ده القبول، يبقى انعقد العقد حتى ولو لم يكتب في عقد. سائق التاكسي اللي كتب على العربيه تاكس. يعني تاكسي له اجره. اللي له الاجاب انه حاطط ده تاكس الاجره القبول بتقول له وصلني الحته الفلانيه قال لك اتفضل ركب انعقد العقد بقيت في اطار عقد نقل شوف يجب تعرف قانونك ازاي طيب العمال بقى للاسف عند اصحاب العمال يعني اصحاب الاعمال عفوا يا اخي انت ما بترزقش وفي السماء رزقكم ومتوعدون اتق الله في العامل المسكين اللي كان عندك والله ما هتفرق مع سعادتك ان تدي اجره يعني هتلاقيك بتصرف في امور اخرى اكتر من اجورهم بكثير يجب راعي ظروفهم اولا لله ولوطنك وللراجل ده المسكين طيب ما اشتغلش وما كتبش عقد وده اللي بيحصل في الغالب الاعم لا العقد موجود يا اسلام لو رحت مكتب العمل اللي تتابع ليه وخدت مجموعه من العمال اللي كانوا موجودين معاك وبشهاده الشهود تقدر تثبت علاقه العمل الموجوده بينك وبينه معاك بقى ورقه زي صال مرتب اي ورقه تكليف بعمل تقدر تثبت عقد العمل اللي موجود بينك وبينه لو هو يعني طلع مش كويس وفصلكم وقال لك خلاص متشكرين مش عايز منكم حاجه يعني زي يقول لك اكلوا لحم ورمى عظم يا اخت الا يا صاحب العمل انت ما بترزقش اللي بيرزق ربنا سبحانه وتعالى لذلك احنا افرضنا الحلقات دي للعمال المساكين الغلابه عشان يعرف حقه فين في ظل قانون العمل بس عايز اقول لك بقى ايه يعني, ما ت... ما... يعني خليك موائم برضو اشتغلت ما تقولش اقوم معايا وتطلع عين الراجل لا يجي برضو ان تتقن عملك تتقن عمل تتقنه اتقان جيد عشان ربنا يبارك لك في في قرشك ويحلله طيب النهارده عايزين نشوف برضو الطفل اللي بيشتغل للاسف في بعض اطفالنا بيشتغلوا القانون نظم هذا الامر ونتيجة الوضع اللي موجود اه اجاز تشغيل الاطفال بس لا يجوز تشغيل الطفل اكثر من 8 ساعات في اليوم او اكثر من 48 ساعه في الاسبوع لانه برضه طفل وظروفه وظروف, وظروف اهله خلته يشتغل طيب النساء وعمل النساء اه تشتغل الست لكن لا يجوز تشغيلها من الساعة سبعة مساء لسبعة صباحا معانا اتصال استاذ مصطفى من الجيزة اتفضل يا مصطفى استاذ مصطفى من الجيزة اتفضل ازيك يا استاذ ازي حضرتك الله يكرمك الله اتفضل يا حبيبي ازيك يا استاذ ازي حضرتك الله يخليك اتفضل يا مصطفى حضرتك زي ما اسلام قال لك كده واسلام ما يقصدش ان اه وطى التلفزيون يا يا مصطفى وطى التلفزيون اه هو وطى التلفزيون يا مصطفى من فضلك وطى حبيبي التلفزيون وطى التلفزيون ايوه يا مصطفى الخط قطع يا مصطفى برضه وضح لي لو, لو 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 لم يكن ده قصد اسلام وضح لي هو عايز ايه لكن لو ما فيش عقد تقدر يا اسلام او يا مصطفى تثبت العقد بيضطر اللي انا ايه قلتها لك يبقى النهارده الست نشغلها وتشتغل وقانون العمل بيظبط المسائل دي لكن قولا واحدا لا يجوز تشغيلها من سبع مسائل لسبعة صباح ده للرجال ويجب ان هو يكون معلق كده في في شغله الكلام ده برضو لصاحب العمل عشان ما يجيلكش مخالفه عماليه من مكتب العمال المكتب العام التابع ليه، يجب ان انت تعلق لائحه اسمها لائحه تشغيل الايه؟ النساء. اي 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 لو هي وضعت اه. معانا الاستاذ علي من الاقصر، والله انا بخ بشكر اخواننا في الصعيد يعني بصراحه ناس طيبين واكثر اتصالات منهم. اتفضل يا استاذنا. الو السلام <applause> عليكم. عليكم السلام، استاذ علي؟ اه استاذ علي. اتفضل يا حبيبي أمور علي. بالنسبه للاجازات من مش من العامل. ايوه يا حبيبي من حقه طبعا طب لو لو العمل لا يسمح لا ما هو ما هو مش الكلام مش على اطلاقه يا 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 علي ده سؤالك بس ولا في حاجه تانية وانا اجاوبك دلوقتي حالا خلاص طيب يبقى علي بيسال عن الاجازات قاعده عامه الاجازات حق لكل عامل ده حقه حقه لازم ياخده له اجازات سنويه بتختلف بقى عن يعني مدتها قد ايه بتختلف من تاريخ تعيينه او الفتره اللي قضاها في الخدمه بياخد قد ايه له اجازه خلاص ده قولا واحد له ما يسمى الاجازات العرضه الاجازه العرضه اللي بياخدها في ظروف رايح شغله حصل اجازه عرضه بما لا يجاوز ثلاث مرات بيخطر الكلام ده كله ان انا مش قادر اجي او في ظروف الاجازه الثانويه خلاص اتكلمنا فيها ده حق لازم ياخده تمام كده له اجازه سواء المسلمين او اخواننا المسيحيين له اجازه في 30 يوم عشان يقضي فريضه الحج بس بياخدهاش الا مره واحده في العمر بس يؤدي فيها الفريضه الاجازات اللي هي الطبيعيه بقى اللي اجازه المولد النبوي اجازه 6 اكتوبر يوم الجمعه الكلام ده اجازات مدفوعه يعني مدفوع بياخدها مدفوعه بياخد الاجر طيب لو اشتغل يوم اجازه وظروف العمل بتقول الكلام ده كله لا ده يضاعف له اجره او بياخد حافز اكتر من كده يبقى الاجازات يا عم علي ده حقك والطالع يبني على لائحه الشغل اللي عندك لابد يكون عنده لائحه بتنظم هذا الامر طيب الست يا اخواننا لا يجوز فصلها بسبب انها بتولد او بتضع مولود لا يجوز القانون نص على هذا الامر لا يجوز فصلها او انهاء خدمتها اثناء اجازه الوضع عشان هي بتضع لا ده قانون ادلى الكلام ده كله ولها مده راحة في اليوم عشان تردع طفلها القانون فرض هذا الأمر ولها حق في أجازة الوضع اللي احنا قلنا لا يجوز فصلها نعم معانا الحاجة سناء من اتفضلي تفضل حاجة سناء عايزه بس المستشار اقول له على جوزي كان بيقبض قولي يا حبيبتي معاك اتفضلي جوزي كان بيقبض عنده دعمتين في القلب وقسطره <مم> وعنده سكر وعامل وعامل بز وبيبقى بقى <محل> له اربع سنين معاش عن ابوه وعامل بذ شاي صبعه اليومين اللي فات واحنا واحنا ما <محل> حلتناش اي حاجه السؤال ورحنا ايه؟ ورحنا ورحنا شالوا شالوا القبض ورفدوهم القبض من شغله يعني؟ لا ما هو كان وارث فخوه وفابوه وارث فابوه تمام في معاش والده يعني تمام اه <محل> ورد أبوه بيبط بقال أربع سنين فريح يبض اللجنة رفضته راح لجنة علي رفضوه آه برضه هو عنده دعامتين في القلب ومركب قسطرة وعنده السكر وقطع صبعه وقطع شايل له صبعه هو يا سناء و... هو بياخد معاش يا بنتي تاني ولا 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 لسه ما بلغش سن المعاش؟ لا ما معاش طيب الا طيب اجاوبك يا سناء حاضر طبعاً يا بنتي لحالة قوة إلا بربنا ربنا لك زوجك ويكون ربنا معاكم في كل وقت ما بين دعامة في القلب وسكر لكن له حق طالما لا يعمل أو ليس له معاش له حق في معاش والده يأخذ ياخد معاش والده يعني يا سناء يأخذ معاش والده ومعانا أم محمد من اه اتفضلي يا أم محمد سؤال معاك اتفضلي اتفضلي اسال يا ستي يا ابو محمد اتفضلي هو آه. حضرتك انا طلعت معاش مبكر بقالي 10 سنين تمام طلعت وانا عندي 50 سنه تمام وقضيت خدمه 30 سنه تمام ليا اجازات كتير جدا وشاكيه بيها من ساعه ما طلعت بقالي 10 سنين مش عايزين يدوني اجازاتي ليا اجازات كتير قوي طيب اجاوبك كم ام أ... أ... هم كمان ما ادونيش المكافاه بتاعتي عشان انا طلعت طبي طب ما رضيش يديني المكافاه ما يعني مكافاه نادي الخدمه ما لكش والتامينات عملت معاك ايه التامينات بعد خدمه 30 سنه طيب اجاوبك يا محمد حاضر اولا فيما يخص الاجازات هي لها الحق ان هي ترفع دعوه ان هي تاخد رصيد اجازات اللي هي طالما كانت قدمت على اجازه يا اخوانا والعام صاحب العمل قال لها يعني العمل لا يسمح فهذا الرصيد تقدر تطالب بيه تقدر تطالب بهذا الامر إيه طلع طبي او كده لا لا لك حق يا في المكافاه مكافاه نهايه الخدمه لا, لا لا, دعوه بطبي ولا لا دعوه بامر اخر ليك مكافاه من عملك وليك مكافاه بالتامينات اللي بتاخديها واجازاتك لازم تكون إيه رفعت بقى قضيه وبنبه لحاجه خطيره جدا العامل يا أخواننا يجب يجب عليك ان ترفع اي نزاع عمالي على المحكمه في خلال سنه من خروجك لازم خلي بالك من دي لان بعد سنه المحكمه بتديك عدم قبول لان طلبتك خلاص في غير المواعيد لازم سنه ما تعديش سنه تشتكي في خلال السنه لو ما شكيتش خلال سنه بتاخد عدم قبول لانك ما 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 الطريق الذي رزم القانون لك ولا حق في ان تاخد مكافاتها لا عبره بالخروجها و سنه شغل يعني يجيب الكون يعني الرحمه بقى شويه يعني وطلعت معاش مبكر والله وانا اهب المشرع ونحن على يعني ابواب استحقاق دستوري جديد وانتخابات مجلس النواب يا اخوانا احسوا بقى امر الاجازات مجلس الدوله والمحاكم العماليه تعج بقضايا كثيره جدا بنشغل الساده القضاه بامور منتهيه يا سيدي حط ليحة حط قانون لا قانون في قانون العمل الجديد وفي قانون الخدمه المدنيه نظم قص الاجازات دي لان يعني محكمه النقض قالت لك اه لا يجوز للعامل انه يتخذ من اجازاته حصله يعني عشان ياخدها في الاخر لا بس نظم هذا الامر يعني سواء يستحق او لا يستحق عشان نغلق هذا الباب والساده القضاه يعني نفرغهم لما هو اكثر من ذلك قضايا كل يوم معانا اتصال من منصور اتفضل الو م. ايوه مين معايا ما 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 ايوه ما اتفضلي اقول لحضرتك حكم الدين ايه في الجواز والعرف متعة هل ده حرام ولا حلال جواز ايه المتعة الجواز العرف المتعة قصده ان الجواز العرف بس بقول له طلقها ما هوش راضي يطلقها مش عارفه تعبانه واتعامل ازاي عشان هو يطلقها قال اللي انا اعمله معاه. يعني اذا اخد ايده ان هو عن طيب اجاوبك يا جماعه حاضر معانا فرج من المنصوره معانا فرج اجاوبك يا جماعه بعد ما اسمع فرج يا اتفضل يا فرج ممكن نسال سؤال عن التموين اتفضل اسأل يا فرج عن التموين دلوقتي التموين عندنا هنا في اسيوط قالوا لك هيدوا كل فرد 200 جنيه على البطاقه وبعد كده ادونا سلع دا دا رخيصه جدا جدا وبعد ما مضونا وبتاع ادونا سلع رخيصه خالص خالص وحسبونا عليها بفلوس كثيره جو ايه الحل؟ طيب اجاوبك حد... انا حاضرة حاضر فرج اجاوبك الاخت مها من المنصوره لو لو كنت تابعتنا في الحلقات السابقه اللي كنا بنتكلم فيها على الجواز العرفي والحاجات دي كلها قلت لك ما فيش في الشرع حاجه اسمها عرفي وحاجه اسمها مش عرفي الجواز جواز ثلاثه جد معانا الاخت رباب من السويس اتفضلي يا رباب اهلا وسهلا اتفضلي يا ستي من السويس اتفضلي اه بقول لح... بقول لحضرتك لو سمحت انا عندي شغل اطفال ومتعينه بنسبه ال 5% آه. اه فبقول لحضرتك هم بيدوني مرتب ومقعديني في البيت امم بس ماليش اي حقوق يعني ثانيه انا مش عارفه يعني مع ليه يعني شغاله معاني جايه يا رباب شغاله في في مدرسه مدرسه خاصه حضرتك مدرسه خاصه بالنسبه لخمسة 5% اه في البيت وبيدوني المرتب مية في الشهر طيب اجاوبك يا بنت حاضر ومعانا صباح من الدقاليه استاذ صباح اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ايوه صباح حضرتك انا بنتي عندها ست سنين الا شهرين سامعني حضرتك؟ سامعك سامعك فجيت دخلها المدرسه فوقفوها وراحت عليها السنه اه فقالوا لي لازم ترفعي قضيه فهل ده ينفع؟ ايوه بنتي ينفع جاوبك حاضر هجاوبك صباح حاضر إيه 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 الـ 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 خلاص احنا ما من المنصوره جواز العرفي ده ما فيش احنا بنتكلم على جواز موثق وجواز غير موثق الزواج طالما اكتمل شروطه من ولي وشهدية عدل واشهار خلاص بقى جواز إيه التوثيق اللي هو المأذون يعني لا ده امر واجب عليك يتعمل عشان نحفظ الحقوق اللي انت اطلقت عليه الجواز المتعه والجواز لا ده جواز شرع للتناسل وشرع ان احنا نعمل بيه مجتمع ونتناسل لكن جواز متعة ده قولا وحل حرام يعني ايه متعة ده يعني بتاخدها يومين وبتاع بعقد اي 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 الخطورة في الجواز العرفي قصة الطلاق زي ما هي قالت كده هيطلقها ازاي طب لو قطع الورقتين اللي هما كاتبين بينهم بعض هل كده طلقها لا ده لابد ان يلقي عليها يمين الطلاق يعني لازم يطلقك بالبق كده اقول لك يطلقك وتكملي عدتك معانا الاستاذ رجب بن منفية حاج رجب ايوه حبيبي اتفضل ايوه ايوه استاذ محمود ايوه معاك يا حبيبي اتفضل انا ممكن استاذ محمود ايوه آه انا ب... انا وارث عن ابويا معاش تمام ماشي و واخد بابا واخد... بابا اربع سنين بعد ايه؟ بعد اربع سنين بابا تمام اربع تمام ماشي فانا كنت المره دي كنت نجا السنه الكوميسيون رفتني رحم... رحم... اه وراح جاي محولني انه من شو إيه عند حصل عنده عمليه بس في طيب رف... رفدك من عملك الكوميسيون عمل اترفدت دي... 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 صحيا ده مش عمل ده نبو... قبض بقبض مص... انا اب بقبض انا ابوي اه طيب و... و... وقطعوا لك المعاش بتاع الوالد ولا ايه؟ قطع المعاش ليه؟ أ... ده... لا الكوميسيون الكوميسيون حولني باجي معاوده وراح بزيد طيب يا ابني انت تستحق اكثر من من الكلام ده كله انت لك حق في 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 يا طب يا رجب انت لك معاش تاني او 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 مظهر تاني أو اخر؟ لا طيب لا يا سيدي اجاوبك انا يا حاضر اجاوبك يا رجب خلاص كده يبقى في فيما يخص الجواز العرفي ما فيش الكلام ده كله احنا بنقول زواج موثق الاخ بتاع التموين اللي بيسال من اللي للاسف يعني التموين بيحط كل يوم قواعد ما بين والامر والله يا اخواننا في وزاره التموين يراعوا هذا الامر، والله تستطيعوا ان انتوا تنزلوا القرى والنجوع والبلاد البسيطه وتقدر تحدد مين المستحق. مين المستحق من غير المستحق؟ تقدر بابحاث اجتماعيه. لكن انا اعرف ناس والله عندها فددين ارض وبياخدوا تموين. انزل اعمل ابحاث اجتماعيه وشوف الناس دي تستحق قد ايه. لكن هو يا فرج انت ملتزم له معانا الاستاذ محمد من ايوه ان شاء الله اتفضل يا حبيبي ايوه محمد لو سمحت اه لو سمحت يا دكتور الله يبارك لك اتفضل انا دلوقتي كنت باخد معاش من ال... من الشغل معاش عالي اه ودلوقتي لما جيت قالوا هيعملوا غيروا اللي هو الفيز فجم غيروا الفيز في شهر اربعه اللي فات الفيزا يعني اه تمام في شهر اربعه تمام وانا دلوقتي عايز اعرف هم دلوقتي شالوني خالص الفيزا اللي انا كنت بقبض بيها مش موجوده. قال لك عشان تاخد فيزا جديده، لما جم طلعوا الفيزا الجديده قال لك انت قاعد في بيت والدتك وما تستحقش انت كده هتورث منها وانا راجل مريض قلب وسكر وضغط وعندي جلطه في المخ. يا <applause> سيدي يعني اشكرك يا اعمل ايه ودلوقتي من شهر اربعه وهم موقفين لي المعاش ده. لا يا سيدي تستطيع ان انت هو هو بيتكلم على امر مستقبلي هكلم هجاوبك يا حبيبي حاضر هجاوبك حالا اللي في معانا استاذ احمد من القاهره استاذ احمد اتفضل ايوه تفضل ايوه يا مستشار اتفضل دلوقتي حضرتك دلوقتي حضرتك زوجتي زوجتي رفع عليا قضيه بالتبديد بالعفش تبديد تمام تبديد وعاملين وعمل لي قضيه ثاني بسرقه سرقه تمام سرقة ايه بقى؟ ايه يا احمد؟ مش عارف ايه؟ انا ماشي في الطريق حضرتك وقفوني خدوا البطاقة مني كشفوا قال لي يا ابني انت عندك قضيتين واحدة تبديد وواحدة سرقة قلت له يا فندم انا عارف التبديد زوجت على النهاري السرقة ما اعرفهاش قال لي عموما القضيتين دول غيابي يا ابني غيابي تمام ومضوني على ورقة بالعلم بالقواضي ومشيت تمام انا عايز اسال بس في حاجه انا فاضل لي يعني من ثلاث سنين معلش مع احترام لحضرتك المحامي كان قال لي اصبر ثلاث سنين القضيه لان هي مش عايزه تستلم العفش وبتقول لي انا ليا 100 جرام ذهب قلت لها يا بنت الناس تعالي خدي عفشك بما يرضي الله مش راضيه مم. فدلوقتي حضرتك هم وقفوني ومضوني بالعلم بالقضيه هل العلم ده معارضه وارجع ثاني ثلاث سنين يبتدوا ايوه 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 يا احمد اجاوبك يا حبيبي اجاوبك أه أه. ومعانا الزحمه من الشرقيه اتفضل يا احمد أه اتفضل اسال يا احمد اتفضل احنا الوقت بنشتم من الناس كده علي صوتك يا احمد علي صوتك يا احمد بتقول ايه؟ طردونا من بيتنا ليه؟ اه يعني سبب في الدم عرض كده استولوا عليه كان اه والدتي طب بص يا من احمد قضايا الطرد والكلام كلمني يا ابني بعد الهوا على طول واجاوبك واشرح لي بالتفصيل عشان اشوف ايه الطرد والكلام ده كله عشان اجاوبك فيها كده تمام يا يبقى النهارده رباب من السويس لما شال اطفال ربنا يا بنتي يعافيك ويجازيك خير ويعوضك باذن الله المدرسه مقعداه من الشغل مقعداه ليه؟ ده يعني ده دول اسيادنا المدرسه شغاله فاتت في إلا فيها وشغليها وبتاخد يا بنتي مرتبك كامل لانك موظفه القانون حط حاجه اسمها 5% لاصحاب الحالات الخاصه فخلاص اتعين بقى موظف زي اي موظف موجود له بدلاته وله مكافاته وله الكلام ده كله، لكن قعدوه في البيت واسمهم في 5% لا يعني ما ينفعش وتستطيع برضه تشتكيهم في مكتب العمل بالامر ده. كان معانا برضه سؤال الحاج رجب المعاش بتاع والده، لا لك حق يا رجب في معاش والدك. لك حق في معاش الوالد، ال 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 نفس الكلام الاخ محمد من القاهره ان هو بيقول لك انت قاعد في بيت والدتك. ملوش علاقه برضه يا محمد تستطيع تشتكيهم. لان لك الحق في المعاش وبعدين انت قال في بيت والدتك ده احرى ان انت مالكش سكن لانه طلع بيت والدتك وما فيش ميراث الا بعد يعني ربنا ده طول العمر بعد ما تتوفى فبرضه ده تعنت يا اخواننا من الموظفين يا اخواننا طبقوا روح القانون مش بالحرف واحد وتوقف لراجل مصدر رزقه ودخله يعني برضه وعايز اتكلم في قصه التموين دي برضه والله تقدر لوزارة التموين في خلال سنه سنه واحده بس تحدد من المستحق والدعم يروح لمين لو امرت الوحدات الاجتماعيه في القرى او في المراكز انزل اعمل ابحاث اجتماعيه وشوف ده حالته ايه لأن بقول لك اعرف ناس يعني ربنا عطيهم وبرده بياخد في في التموين فالفيزا بتاعتك برضه يا عم محمد هتقدر تروح تشتكيهم او باي امر اعمل شكوى و... وتاخد حقك برضو ان لك حق فيه الاخ احمد من القاهره اللي كلمني على السرقه والتبديد شوف يا احمد انت خلاص مضيت بالعلم ثلاث سنين كده راحوا عليك يا ابني عشان تسقط القضيتين دولت خلاص انت علمت قبل سقوط خلاص كده في اجراء اتخ ضدك اللي هو زي اجراء القبض عليك لكن التبديد خلاص تقدر تخلص من قضيه التبديد تعمل معارضه وتروح تعرض تر... ت... على عفشة تعمل حاجه اسمها انذار عرض بال... بالعفش وشوف قضيه السرقه دي ايه وشوف قضيه السرقه ايه لكن قول واحده ثلاث سنين راح معانا الاستاذ ممدوح من الاليوبيه اتفضل يا ممدوح ايوه اتفضل يا حبيبي ايوه, سلام عليكم. أيوة. سلام عليكم. عليكم السلام سلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام يا ممدوح اتفضل النبي لو سمحت انا راجل عندي 71 سنه اه وقت التلفزيون يا ممدوح يا حاج ممدوح ايوه التلفزيون خالص اهو طيب 71 سنه ربنا لك العمر اتفضل كنت ضمن الجنود القوات المسلحة أيام حرب أكتوبر ما شاء الله يعني بطل أبطالنا يعني تفضل والله طيب بطل ولا حاجة أنا كنت جندي بس كنت إمداد وتموين ولا اشتغلتش ولا عملتش أي حاجة أنا والله بقى... اللي, تفضل. اللي مر على أكتوبر كده حتى لو إيه بطل من أبطال أكتوبر في حربنا العظيمة تفضل لا طيب. حضرتك كنت كنت جندي من جنود أكتوبر طيب تفضل تفضل وما طبعا ما توظفتش ولا بس ليا ابن معاك 5% تمام ليه ابن معاك 5% تمام. لا لا عارف اجيب له تكافل وكرامه ولا عارف اشغله ولا عارف اتفاهم مع حد هنا خالص لا يا حبيبي لا اقول لك حاضر من حق ابنك في اي وحده واي جهاز موجود سواء شركات القطاع العام او القطاع الاعمال العام ده فرض عليها تحط 5% لاصحاب الاعاقات دي للحالات الخاصه روح قدم طلب لابنك في اي جهه وشوف هيرد عليك يقول لك ايه يعني قدم طلب للعمل وان هو من ضمن الخمسة في المية ما كانش روح مكتب العمل روح مكتب العمل واشتكي الجهات اللي انت قدمت فيها ما خدوكش ليه؟ ده لو ما خدوكش لان مكتب العمل هيفرض عليه انه ياخد خمسة في المية لان ممكن يكونش مشغل خمسة في المية ممكن يكونش ما خدش حد معاق اصلا وبيعملوها للأسف يعني لكن النهاردة روح مكتب العمل واشتكي الناس دي وقول ما فيش ما مش عايزين يعينون ابني لأن لازم هيردوا وهيتعين ده ادي الاخ ممدوح اللي هو بخصوص ابنك ده قلت تروح مكتب العمل وتشوف هتعمل ايه خايف اكون ما جاوبتش على حد رباب جاوبنا عليها صباح اللي من ست من منصوره جاوبنا عليها برضو وقصه جواز العرفي اتكلمنا فيه نرجع يا اخواننا لقصه قانون العمل وهنشوف بقى النهارده انقضاء علاقات العمل بتنقضي ازاي طيب. قبل أه... ما نختم يا اخوانا عايز اتكلم وان شاء الله في يعني الحلقه القادمه في استمرار في الكلام ده كله. الكلام بتاع الاستاذ احمد الجندي اللي اتكلم المنصوره في عجاله ده استحقاق استحقاق دستوري لازم تقوله. النصب الانتخابي تعرف دور النائب ايه؟ دور النائب مش بتاع خدمات يا اخوانا. النائب مش بتاع خدمات. النائب ده بيخش في البرلمان بيبقى مشرع. يشرع لك القوانين وانت يا سياده النائب اتقي الله ما توهمش الناس ان سعادتك هتعمل وهتجيب لهم القطر وهتعمل ايه دي خطط خمسيه والدوله احنا في عصر جديد شغالين في كل حاجه مش هجيب لكم واعمل لكم واجيب لكم القطر ما اقدرش اجيب القطر اجيب لك السواق لا الكلام ده لا اتقي الله في الكلام ده كله لان انت مش هتقدر وما تعملش الكلام ده كله لكن الساده اللي هم الناخبين خلي بالك الناخ المنتخب دوت او عضو البرلمان ده راجل اسمه مشرع يعني يسن لك القوانين لان الديمقراطيه يا اخوانا في ديمقراطيه اسمها ديمقراطيه مباشره وغير مباشره وشبه مباشره الديمقراطيه المباشره في عجاله يعني ايه يعني الشعب يقعد يحكم نفسه يقعدوا في كده في ميدان وده امر صعب يشوفوا امور الدوله فالوقت انقضى يا اخوانا وان شاء الله الحلقه القادمه هنستوفي هذا الامر والله سعدت بلقائكم وسعدت بالاتصالات وبشكر كل اللي اتصل واشوفكم على خير في الحلقة القادمة باذن الله استكمالا لهذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته